أني أه هسه بما أنه جروب سي ودي اتأخروا، ف اللي صار كالتالي: جروبين اللي هما جروبين الأحد السي ودي، المادة ما كملانا عندهم، راح أشرحها هسه. وجروب الأي والبي هي هاي المادة مشروحة، فجروب الأي والبي يقدرون يبقون أو يقدرون يسجلون حضور ويطلعون براحتهم. جروب السي والدي لازم يبقون طبعا، لا شلون. تريدون أنا طبعا، هاي نتيجة ثقة، يعني ثقة بيناتنا. يعني هسه ما أعرف من اللي طلع ومن اللي بقى، بعدين أقدر إنه أشيكها إذا عندي واحد، أقدر أشيكها ويا السجل مال الحضور. بس انتو بعد تعرفون مصلحتكم. المهم هذا الرابط مال الحضور او المادة هسه، يعني حبي اشرحها. خلي بس ابدي اسجل ريكورد. The recording has started. ماشي. كتعريف بسيط للبفر، هي عبارة عن compounds or mixture or compound by their presence in solution resist the change in pH upon addition of acid or base أو بواسطة أنه تغير الظروف البيئية المحيطة من حرارة من رطوبة و temperature إلى آخره. This resistance and this resistant to change in pH is known as buffer action. الهدف من وجود البفرات، يعني مثلا لما نحضر قطرة العين نريدها تكون ال pH مالتها غير متذبذب، مدام هي بالصيدلية وتتعرض إلى ظروف بيئية مختلفة من نريدها إنه ال pH مالتها يتذبذب، إنما ال pH مالتها ثابت. الأبرة مثلا أو الشراب ما نريد الـ pH مالته يتغير وإنما ثابت، لذلك الأدوية أو المستحضرات نحضرها في pH ثابتة. مثلا أبسط شيء مثال عندنا الشامبو، الشامبو دائما يضيفوا له بفر حتى يحافظ على الـ pH، الـ pH متعادلة وقريبة من الـ pH مالت فروة الرأس. إذا الـ pH مالت الشامبو اتغيرت صارت أسيد أو بيس، تتأذى، يصير عندي الروتيشن بالفروة مالت الرأس وتتأذى. اوكي، شلون هذا البفر او هو شنو مكوناته بحيث يحافظ على البي اتش؟ ابسط ما يمكن او كتركيب هو حامض ضعيف والملح مالته، او قاعدة ضعيفة والملح مالته. ابسط مثال على هذا هو الاسيتيك اسيد والصوديوم اسيتيت، اذا هو عباره عن combination of weak acid and its conjugate base، بمعنى اخر weak acid and its salt او weak base and its conjugate acid. اوكي، كميكانيزم شلون وجود ال weak acid and its salt يحافظ على الـ pH؟ خلينا نشوف هنا المعادلة. المعادلة هي 8:1، كاتب لكم if strong acid is added to a solution يحتوي على equal quantity of acetic acid and sodium acetate. بس أريدكم تنتبهون عليه، strong acid هو عبارة عن هيدرونيوم ايون أو هيدروجين ايون، هاي الهيدروجين ايون راح تدخل بكمية معينة إلى السائل. أوكي، بما أنه صار عندي هيدرونيوم إيون إلى أي محلول معين مثلا المي، شو تتوقعون يصير؟ الـ pH تقل أو تزيد؟ الـ pH المفروض تقل. زين، شنو اللي يمنع أنه الـ pH تغير بسبب وجود البفر؟ هو البفر هو هنا عندي المثال هو أسيتك أسيد أو صوديوم أسيتيت. شنو اللي راح يصير؟ منو اللي راح يتفاعل ويا الهيدروجين ايون؟ اني برأيي
الواحد بس انه يفتهم انه انا عندي هيدرونيوم ايون. الهيدرونيوم ايون شلون يتعادل او نبطل مفعوله؟ لازم يقابله ويك بيس حتى ياخذه. هنا الويك بيس الموجود اسيتيك اسيد لو صوديوم اسيتيت، الاسيتيت طبعا الاسيتيت هنا كاتبيلكم، والتاي اب بمعنى انه يتفاعل او رياكت وذ هيدروجين ايون. هسه عبد الملك جاوبني، مو الاو اتش، هنا ما عندي او اتش، هنا عندي اسيتيت. الاسيتيت will tie up the hydrogen ion according to this reaction. الاسيتيت ويا الهيدرونيوم راح يعطيني acetic acid and H2O. يعني هو عبارة البفر هو عبارة عن weak acid and its conjugate base. إذا ضفنا مادة حمضية اللي يتفاعل وياها هو ال conjugate base وخلص، يعني يبطل مفعولها. إذا بالعكس إذا ضفنا صوديوم هيدروكسيد إلى هذا البفر أو سترونج بيس إلى هذا البفر اللي راح يصير، أي صحيح القاعدة قرينة الكونجوكيت بيس اللي راح يصير، الأسيد هو اللي راح يتصدى إلى الصوديوم هيدروكسيد والرياكت with صوديوم with هيدروكسيل إيون and will neutralize it according to this reaction أو المعادلة التالية اللي هو ال HAC. ال HAC هو نرمز إلى الأسيتيك أسيد، زائد الهيدروكسيل ينطيني H2O and acetate. إذا ضفنا يعني بملخص مفيد، إذا ضفنا حامض اللي يتفاعل وياها هو البيس الموجود في البفر، إذا ضفنا قاعدة اللي يتفاعل وياها هو الأسيد، وبالتالي بطل مفعول الهيدرونيوم او الهيدروكسيد. هنا نشوف العنوان قدامكم، العنوان هو كومون ايون افكت. شنو علاقة الكومون ايون افكت مع البفر؟ اذا نجي على هاي المعادلة اسيتيك اسيد، هذا التأيون اعتيادي، يعني معادلة مال تأيون اعتيادي الى اسيتيك اسيد مع الماء ينطيني H3O زائد الأسيتيت. هو اصلا احنا البفر هو شنو؟ البفر مالت الاسيتيك اسيد هو اسيتيك اسيد زائد صوديوم اسيتيت. هنا شنو علاقة الاسيتيت مع الكمانيون؟ هي الاسيتيت لما نضيفه مع الاسيتيك اسيد راح يشتغل ككمانيون. بس هاي الفكرة واضحة ولا لا؟ زين خلي ارجع هسه على كيفي. When sodium acetate is added to acetic acid، هل ال Ka هل ال dissociation constant راح يتغير لو لا؟ ال dissociation constant لكل مادة هو تكون ثابتة ما تتغير، حتى لو ضفنا لها يعني اي شيء بالمحلول. هسه احنا اللي دا نضيفه هو كومون ايون. كومون ايون انتو يعني حسب دراستكم شنو تاثيرها على التأيون مالت الماده؟ يرجع التفاعل الى اليمين او الى اليسار؟ يرجع الى اليسار صحيح. اوكي هسه هنا اريد انه بس اريد افتهم انه شنو اللي دا يصير. انا عندي اسيتيك اسيد، قبل لا اضيف لاي شيء عنده تأيون معين ينطي هيدروجين ايون الى جزيئات الماء، يصير عندي H3O وأسيتيت حسب هاي المعادلة. أوكي HAC زائد H2O ينطيني H3O زائد AC ماينس. هذا الأسيتيك أسيد موجود في البيكر، ضفنا أسيتيت بتركيز معين، هذا الأسيتيت راح يشتغل
كمان ايون. الاسيتيت مو زاد شويه H3O راح تتفاعل وياها، فاللي راح يصير انه يقل نسبتها ويرجع تفاعل اليسار، حتى بالاخير يرجع الاكوليبريوم مثل ما كان بالبدايه. والكي 8 هو من اسمه كونستانت ديسوسيشن، كونستانت ما راح يتاثر. فهذا هو البفر. وجود الاسيتيت مع الاسيتيك اسيد هو مثال على الكمان ايون افكت. اوكي زين، نجي على هذا المعادلة. الكي اي شنو تساوي؟ تساوي الناتج على المتفاعل مثل ما نعرف احنا، هي تركيز ال H3O في تركيز الاسيتيت على تركيز الحامض اللي هو ال HAC. احنا نريد نطلع هسه، نريد نشتق بفر اكويجن. البفر اكويجن نريد نربط ال pH مع ال pKa مع تركيز السالت وتركيز الحامض. معناتها احنا نسوي لها ري ارينجمنت الى هذا، الى المعادله مالت الايونايزيشن كونستانت. نطلع ال H3O على اليسار والبقيه على اليمين. ال H3O تساوي Ka في تركيز الاسيد على تركيز السالت. هاي طرفي المعادله ندخل عليها ناقصا لوج. احنا نعرف انه اذا دخلنا ناقصا لوج لل H نحصل على شنو؟ ناقصا لوج ال H هو بي H، مو صحيح؟ فهاي المعادله، هذا الاشتقاق مالتها ناقصا لوج ال H يساوي ناقصا لوج كي اي ناقصا لوج الاسيد زائدا لوج سالت. بالنتيجه النهائيه احصل على معادله، هاي المعادله اسمها هندرسون هازلباخ اكويجن فور ويك اسيد اند سالت. هي اتش يساوي بي كي اي زائد لوج سالت على الاسيد. اني باكر راح اشتق لكم على السبوره، يعني هسه بالحكي ما صار واضحه، انتم هم اذا تريدون تشيكوها. يعني هو اشتقاق ما يصير الا على سبوره ولا ورقه وقلم. فهاي راح احولها على باشر الاشتقاق مالته. المهم انا عندي ال pH تساوي pKa كي اي زائد لوج السالت على الاسيد. بالنسبه له انا اذا عندي بيس، ها طبعا هنا شنو استفاد من عندها؟ انا عندي ال pH يساوي بي كي اي، دائما ال بي كي اي تكون ثابته. شنو المتغير؟ المتغير هو اما ال pH او التراكيز مالت السالت او الاسيد. ممكن تجيكم هاي الاكويجن انه طبعا لوج سالت على اسيد هي شنو؟ النسبة او مولر ريشيو السالت على الاسيد، ما دام احنا خليها بين تو براكتس، يعني هي نسبه ما بين سالت على اسيد مولر ريشيو. مثلا عندي دواء معين معطينا البي كي اي مالته، ويقول لنا في الاستوماك او البي اتش مالت الاستوماك شنو تتوقعون الريشيو ما بين السالت والاسيد؟ احنا هنا تطبيق مباشر نقدر نطلعها. اذا راد من عندنا مولر بيرسنت، البيرسنت هسه بعد شوي راح ناخذه. البيرسنت هو جزء على كل كيمياء. زين، هنا أنا ممكن ينطينا بصيغه اخرى السؤال، وات از ذا مولر ريشيو؟ المولر ريشيو هي سالت على اسيد ريكواير تو بريبير اسيتيت بفر اوف بي اتش 5. هنا أنا انت كفارماسيست ان ذا لاب اور ان ذا فاكتوري لازم المفروض من عندك تحضر بفر في بي اتش معينه، هي بي اتش 5، انت البي كي اي تعرفها. فهنا المفروض تطلع المولر ريشيو او النسبه ما بين الحامض وما بين الملح مالته حتى تحضر هذا البفر. في تطبيق مباشر، البي اتش نعرفها، البي كي اي نعرفها،
بعدين لوج سالت على اسيد. لوج السالت على اسيد راح يصير 5 ناقصا 4.76 يعطيني 0.24. هسه 10 اس 0.24 راح يطلع 1.74. ليش؟ لانه نريد نطلع المولر ريشيو من اللوج. السالت على اسيد يساوي 1.74 الى 1 الى 1، هاي الى 1 ما ننساها. زين اذا اردنا نطلع بيرسنت، طبعا هو احنا مو قلنا البرسنت جزء على كل في 100، النسبه مالت السالت هنا او المولر برسنت مالت السالت شنو برايكم تمثل مال السالت يعني الجزء المتعين؟ 1.74 على الكل. من هو الكل؟ هو نسبه السالت زائد نسبه الاسيد، يعني 1.74 زائد 1. تشوفون هنا the molar fraction of salt يساوي 1.74 على 1 زائد 0.74. هاي الواحد منين جتي؟ هي عبارة عن هاي، هو مو salt على acid، salt 1.74 هذا الفراكشن مالته، والاسيد هو 1، بس هو احنا هنا ما كتبنا. ليش؟ لانه هو الى 1، اذا الفراكشن مالته 1. 1.74 على طبعا صارت 2.74 يساوي 0.635 في 100، يطلع لي 63%، يعني تأين عالي. نسبة السالت دائما ترمز إلى الجزء المتأين، إحنا الجزء المتأين هو نسبة عالية صارت 63%، أكثر منه. For weak base and its salt، أنا عندي همين أبدي الاشتقاق، يعني أبدي بمعادلة مالت dissociation أو ionization for base. البيس هو بي، نرمز له. البيس هو خاصيته أنه ياخذ الهيدروجين يكتسب البروتونات، زائد H2O ينطيني BH بلس زائد شنو؟ OH. ليش؟ لأنه الماء فقد بروتون فصار عندي OH. الكي بي شنو يساوي؟ يعني لاحظوا أنه أنا من أريد أشتق بفر إكويجين، هاي لما اريد اشتق بفر ايكويجن دائما ابدي بمعادله مال تأيون. اذا اسيد ابدي بمعادله تأيون مال اسيد، اذا بيس ابدي بمعادله تأيون مال بيس. اذا الكي بي شنو تساوي؟ همينة هيدروكسيل في بي اتش بلس على بي زائد اتش 2 او. اوكي، هسه شلون احصل على معادله تشبه المعادله السابقه؟ نربط ما بين بي اتش وما بين بي كي بي. هنا بالنسبه الى ويك بيس همينه استخرج الاو اتش على اليسار، طبعا حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، الكي بي في بي على بي اتش يساوي او اتش، مو صحيح؟ هاي همينه يراد لها باشر، ذكروني هاي هم يرادلنا اكتبها السبورة. يعني هسه لو ايش قد اشرحها ما راح تفهموها. المهم انه انا احصل بالاخير على معادله همينة نسميها طبعا هذا الباخ اكويجن فور بيس. البي اتش هنا يساوي بي كي دبليو ناقصا بي كي بي زائد لوج بيس على سالت. هنا ملاحظه Buffer are not ordinary prepared from weak base. عادة weak base suffer from volatility. يعني شنو volatility؟ يعني تطاير. اوكي هسه هنا شنو القانون السادس شلون ما موجود؟ وسألت على ال بي كي دبليو البيس عاد يستعمل هذا، يعني انا ما افتهم السؤال. بي اتش يساوي بي كي دبليو ناقصا بي كي بي زائد اللوج بيس على صار. احيانا
هو ال PKW ناقص عن PKB، هو الرياضيين شو يساوي؟ يساوي ال PKA، مو صحيح؟ ال PKA مال منو؟ يعني إذا عندي مثلا البيس معين، هذا البيس فرضا أمونيا، فرضا ومنطيني ال PKA مالت الأمونيا، هي نفسها ال PKW ناقص ال PKB. فإذا حصلت على قيمة PKA for the conjugate acid for this weak base، تفهمون علي؟ عادي أقدر أعوضها هنا بدون الحاجة إلى أنه pH يساوي، لا لا هذا غلط. يعني أنا المنهج مالت السادس ما أعرفه، بس يعني يراد أشوفه، يعني أشوفه بكتابكم، إذا جبت لي كتابكم مال السادس أشوفه وأتأكد. زين ال pH الكتاب تزيالي، ماشي تزدي الكتاب واشوفه، بس هو احنا لما نريد نشتقه يعني ما نقدر، يعني ما نقدر نتجاهل ال PKW، يعني هي موجودة. هسه يعني اذا تتابعون الاشتقاق مالته ما تقدر تحذفها. اوكي المهم، عادة weak base suffer from volatility suffer from instability because the pH depend on PKW وال PKW احنا نعرف انه تتأثر بال temperature change. عادة ما يفضلون يستخدمون يعني البفرات، عادة هي مبنية او acid and its salt وليس base and its salt. The pH of the buffers. ال pH of the buffers تتأثر في عدة عوامل. لما نضيف نيوترال سالت تتأثر، لأنه اليونيك سترانك ما تتأثر. لما نضيف ووتر هم تتأثر، لأنه الاكتيفيتي كوفيشنت أو الكونستريشن يعني تتأثر. تعرفون أنتم الاكتيفيتي كوفيشنت أخذتوها زين، تتأثر بالتمبرتشر للسبب اللي حكيناه هسه سابقا، أنه ممكن أنه الموست بيسك بفر فاوند تو تشينج with the temperature because they depend on the value of PKW. زين احنا قلنا انه البفر have resistance to the change in pH upon addition of acid or base to the solution. يعني معناتها عندها نسميها buffer capacity أو buffer efficiency أو buffer index أو buffer value. نقصد بها the magnitude of the resistance of buffer to the pH change. نقدر نعبر عنها بمعادلة رياضية، هي البيتا يساوي دلتا بي على دلتا pH. احنا هسه عرفنا البفر capacity هي البيتا، الدلتا بي هو the amount of the strong base added to the buffer solution. طبعا همين strong acid همين ترهم، لانه هو نعرف بالحالتين to produce pH change. اذا كمية البفر capacity تمثل الكمية اللي مالت strong base اللي تؤدي الى التغير بال pH. وهنا خلينا نشوف لنا مثال. This is
or this is called proximate calculation of buffer capacity. يعني هنا مبنية أو هذا القانون أو الصيغة الرياضية من هذا القانون تعتمد على experimental finding. يعني بمعنى آخر كمية مضافة من البيز أو الأسيد تسوي تغير بالـ pH، فهذا نسميه approximate calculation. ما نقدر نطلع هذا البفر كاباسي أو هذا القيمة إذا ما إنه كمية من البيس أو الأسيد تنضاف إلى البفر. يلا يعني experimental أو approximate. خلي نشوف هنا عندي HIC، هم نرجع لنفس نفس البفر اللي بدينا بيه بالبداية، هو الأسيد. عندي HAC acetic acid، كمية ال HAC أو التركيز مالته بالبداية كان بوينت واحد. ال NaOH هو معلم ياكم باللون الأحمر بوينت أو واحد. شو نطاني؟ طبعا نطاني NaAC يعني الأسيديات زائد ال H2O اعتيادي. في البداية الأسيتيات هم يعني كانت كميتها أو المولر كونستريشن مالتها مساوي إلى المولر كونستريشن مال الأسيتيك أسيد بوينت واحد بوينت واحد. لما نضفنا الـ NaOH بتركيز بوينت أو واحد، شوفوا شنو اللي دا يصير. الـ HAC شنو صار؟ صار بوينت واحد ناقص بوينت أو واحد. ليش؟ انه تفاعل ويا ال NaOH وكميته نقصت بمقدار ال NaOH. الاسيتيت كميته زادت بمقدار ال NaOH. فانا عندي pH قبل الاضافة و pH بعد الاضافة. ال pH قبل الاضافة تساوي pKa. احنا طبعا هو يعني هنا بالمثال رئيس المطيكم ال pKa هي 4.76 زاد اللوغ السالت والاسيد بالبداية قبل لا نضيف ال pH. اذا تشوفون هنا هي اصلا متساويين، فال pH يساوي pKa ويساوي 4.76. بعد الاضافة اذا تشوفون هنا السالت زاد والاسيد نقص بمقدار الكمية مالت البيز. ما اعرف انه هذا واضح لو لا، بس انا هذا في شيء يعني يعني انتوا وياي يعني طلاب. اني واش ضفناه الى السيستم بالبدايه كانت ال HAC والاسيتيت المولر كونستريشن مالتهم متساوي بوينت واحد. بعدين بما انه بوينت واحد اذا ال pH يساوي pKa. بعدين اللي صار اللي صار انه ال pH راح تتغير. ايش قد المقدار ما تغير ال pH؟ زادت شوية لما ضفنا ال NaOH. زادت بهذا المقدار 4.85 ناقصا 4.76 صار عندي 0.09 اضيفه بالمقام، والدلتا بي هو كمية ال NaOH المضافة، صارت البيتا هو 0.11. هاي الكمية هل هي ثابتة لكل أنواع البفر؟ لا مو ثابتة، تعتمد على الـ pKa، تعتمد على الـ pH اللي بالبداية، وتعتمد على الـ pH النهائي، تعتمد على الكمية مالت البيس اللي انضافت. تشوفون انه كل ما نزيد الـ NaOH يعني هسه بالاكسبرمنت هاي مالت الاستيك اسيد والاسيتيت، كل ما نزيد الـ NaOH شنو اللي دا يصير؟ الـ pH تزيد شوية والبفر كاباسيتي بالبداية تبقى ثابتة. بعدين هنا اذا تشوفون انه 0.04 مولر كونستريشن اوف NaOH زيدت ال pH صار عندي 5.1، والبفر كاباسيتي بدت تقل. بعدين البفر كاباسيتي كل ما نزيد ال NaOH كونستريشن كل ما البفر كاباسيتي بدي تقل. التفسير المنطقي لهذا الشيء هو احنا لما نضيف بيس منو اللي دا يتفاعل وياه؟ دا يتفاعل ويا الاسيد.
معناتها انه احنا دا نستهلك من البفر. البفر هو مو فشي انه انفينيت كميته غير محدوده، لا كميته محدوده. كل ما نضيف بيس كل ما دا يصير انه دا يتفاعل الاسيد وياه وهو جزء من البفر. بالاخير احتمال اللي يصير عندي احتمال انه البفر يخلص، احتمال انه الاسيد يستهلك، لذلك البفر كباسيتي تقل وبالاخير البي اتش تغير. بالنتيجه النهائيه البي اتش تغير. As you can see from this table, the buffer capacity is not fixed for given buffer system, but instead depend on the amount of base. The buffer capacity will change as the ratio increase. طبعا انا عندي لما الاسيد يتفاعل ويا القاعده المضافه طبعا السالت هو اللي راح يزيد. بالمقابل الاسيد راح تقل، البفر كاباسيتي راح تقل. بالاخير when sufficient base has added to convert acid completely into sodium ion and acetate ion, the solution no longer possesses acid reserve. The buffer has a greater capacity before any base is added. بهالحالة السابقة شلون عندي الأسيد والسالت كمياتهم متساوية، بمعنى المول ريشيو مالتهم يساوي واحد. And في حالة الـ pH يساوي pKa. دائما أنا عندي البفر كاباسيتي أعلى شيء لما الكمية مالت السالت والأسيد يكونون متساويين. إذا نطبق هذا الشيء على المعادلة مال هذا الباخ بمعنى آخر الـ pH يساوي الـ pKa. هاي البفر كاباسيتي لما هي أعلى شيء. أوكي. Also the buffer capacity influenced by the increase in total concentration of buffer constituent, a greater concentration of salt and acid. بما كل ما عندي خزين من البيس ومن الأسيد ومن الملح مالته، بمعنى أنه راح يكون عندي ريزرفوار. يعني شو ريزرفوار؟ يعني خزين من البفر. أوكي. هنا أنا عندي more exact equation. هسه هاي اخر شيء راح ناخذه قبل لا ان يعني قبل لا ننهي المحاضره. More exact equation for buffer capacity. يعني احنا ما يحتاج انه نضيف. No acid or base has been added to the buffer اعتمادا على الconcentration واعتمادا على ال Ka. نقدر نستخرج البفر كاباسيتي، ما نحتاج انه نسوي تجربه ونقيس التغير بالبيئة. إذا هنا البيتا تساوي 2.3 هاي ثابتة في سي. السي هو total concentration، يعني إذا قايلكم عندي مثلا 0.1 مولر أسيد و 0.2 مولر أسيد الملح، مجرد أنه تجمعهم وتطلع الconcentration. It is the sum of molar concentration of the acid and the salt. في Ka هاي همينة معلومة، يعني طبعا لكل أسيد أو لكل بيس، لا الـ Ka هاي معلومة. في الـ H3O همين يعطيكم يعني معلوم بالسؤال، على Ka زائد تركيز الـ H3O تربيع. هنا أنا تقدر أطلع البفر كاباسيتي. قبل شوية قلنا إنه الماكسيمم بفر كاباسيتي لما يكون الـ pH تساوي الـ pKa. يعني هسه أنتوا برأيكم الـ pH تساوي الـ pKa مو نفسها يعني الـ K تساوي الـ H3O؟ زين، هذا نقدر نختصرها نعوض بوحدة بصيغة الثانية. يعني Ka في نقول H3O همينة Ka. خلي نشوف هنا pH تساوي pKa، إذا H3O يساوي Ka. هنا إذا نريد نشتق الماكسيموم بفر كاباسيتي شلون؟ عوضت عن الـ Ka بالـ H3O. هنا تربيع بتربيع راحوا، صار عندي بس أعداد صحيحة 2.3 على 4 يطلع عندي 0.576. هنا أنا مجرد انه يقول لك انا عندي بفر، هذا البفر تركيزه
مجرد انه تضرب التركيز في 0.576 وتطلع الماكسيموم بفر كباسيتي. انا هسه هذا طفرت للمثال الثاني، هنا خلينا نقرأ على كيفنا. هيدروجين ايون كونستريشن يعني ال H3O تركيز 1.57 في 10^5. الكاباسيتي مال بفر هو يريدها، هنا مطيكم تركيز 0.1 مولر اوف اسيتيك اسيد اند صوديوم اسيتيت بير لتر، يعني هذا مولر كونستريشن اسيتيك اسيد 1.1، الصوديوم اسيتيت هم 0.1، مجموعهم 0.2. زين شلون نطلع البيتا؟ البيتا تساوي 2.3 في 0.2، ال 0.2 هو مجموع في H3O هذه. ال Ka تشوفون هنا هي صدفة، صار ال Ka تشبه المساوية ويا ال H، طلع لي 0.115. هاي نفسها أقدر شنو أقول؟ هذا أقدر أحله بالمعادلة هذه، يطلع نفس الشيء. هسه لحد الآن إحنا نتوقف ونكمل إن شاء الله باشر. أوكي، أني إن شاء الله أشوفكم باشر بخير.